إذن لمناقشة اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني ننتظر ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت المحامي الدولي والناشط في مجال حقوق الإنسان طارق شندب، كما ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من عمان المستشار في مجال حقوق الإنسان رياض الصبح. مرحبا بكما. أبدأ معكم أستاذ رياض، يعني البعض يشكك في جدوى الهدنة الحالية بالنسبة للفلسطينيين. أعيد عليكم السؤال ولكن بطريقة أخرى، هل استفاد الفلسطينيون من اتفاق الهدنة بين قوسين المؤقتة أستاذ رياض؟ يعني بلا أدنى شك أي هدنة بيكون غرضها هو يعني حماية المدنيين بشكل أساس. أنا أعتقد أنه اليوم ما قامت به المقاومة حماس من تأجيل، وإن كان بالنهاية يعني تم الاتفاق بشكل يعني الاستمرار بعملية تبادل الأسرى، ولكن عملية التأجيل أو التلويح في هذا الأمر يظهر للعالم أن قوات الاحتلال لا تلتزم بالاتفاقيات الهدنة. فأنا بعتقد أنه نعم مبدئياً أو نسبياً نقول أن هنالك بعض المكاسب لعملية إتاحة المجال لإدخال بعض المساعدات وإن كانت غير كافية، وأيضاً كانت فرصة لفضح قوات الاحتلال بعدم التزامها في اليوم الأول. يعني كل الهدنة كانت فقط عبارة عن 4 أيام، نعم، رغم أنهم اقترحوا أيضاً أنها يمكن أن تمدد إلى 10 أيام بعض الأصوات التي خرجت من المسؤولين عند الاحتلال، ولكن الالتزام كان فيه يشوب العديد من الخروقات، وقد يعني المسؤولين في حماس أصدروا موقفهم خاصة مكتبهم في بيروت وأوضحوا تلك الخروقات، وكان يعني فرصة لجس نبضهم إلى أي درجة يمكن أن يلتزموا. هؤلاء لا يمكن أن يلتزموا بهدن متعددة وطويلة الأمد. طيب أستاذ طارق، أجدد الترحيب بكم. يعني كما ذكر أستاذ رياض، إذا كانت الهدنة في صالح المدنيين الفلسطينيين ولكن الاحتلال توعد بممارسة قصف ربما يفوق ما نفذه خلال 49 يوما، كيف تنظرون إلى ذلك أستاذ طارق؟ أولا يعني لابد أن نؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أبدا أن يتم الوثوق به من خلال التجارب على مر السنين بين الإسرائيليين المحتلين للأرض الفلسطينية وبين الفلسطينيين، حتى بين الإسرائيليين وغيرهم. دائما نرى هناك نكوص في الاتفاقيات التي يوقعها الإسرائيليون. هذا أولا. ثانيا، نحن الآن في اليوم الثاني لعملية الهدنة، وكان من المفترض في الساعة 4 من هذا اليوم أن تتم إطلاق سراح الدفعة الثانية من المعتقلين، ولكن كذلك الأمر بنفس الموضوع قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتغيير بعض بنود الاتفاق أو تفسيرها بما لا يتلائم مع الاتفاق، لذلك تم التأخير حتى هذه الساعة. لذلك دائما يمكن أن نتوقع كل شيء من العدو الصهيوني الذي يمارس كل سياسات المكائد بحق الشعب الفلسطيني. منذ قليل كان هناك تدخل قوي جدا أمريكي، مصري، قطري لحلحلة إن صح التعبير خرق الاتفاق من قبل الإسرائيليين، وتم إعادة الوضع إلى ما اتفق عليه. دائما يحاول الإسرائيلي إذا تحقيق مكاسب ولو بطريقة غير صحيحة وغير قانونية، ولذلك ممكن أن نتوقع منه كل شيء، وهو يخشى أصلا ضربات المقاومة ويخشى ردة الفعل الدولية التي كلها تنظر الآن إلى موضوع غزة وإلى ضرورة الاستمرار في هذه الهدنة والتوصل إلى اتفاق دائم دون 4 أيام فقط. ولذلك أعتقد أنه في هذه المرحلة بالذات من عندما يتوجه العالم كله إلى ما يجري في غزة، وبخاصة بعد اليوم الأول من الهدنة والذي انكشف فيه عن حجم الإجرام الآلة الإسرائيلية بحق غزة وأهل غزة وأبنية غزة ومدينة غزة بالكامل، أعتقد أنه لن يستطيع أن يعيد سياسة المناورات أو يعيد القصف بهذه السهولة التي يتحدث عنها أو التي يحاول من خلالها
تحقيق مكاسب أكبر في عملية التفاوض. أستاذ رياض، يعني كما تعرفون رغم قلة كميات المساعدات الإنسانية المتوقع دخولها إلى غزة بموجب طبعا بنود الاتفاق، ولكن كما تعرفون وكما أسلفتم أن الاحتلال لم يلتزم بهذه البنود بحسب ما أكدته حركة حماس، ألا يمثل عدم الالتزام الصهيوني بهذا الاتفاق يشكل خطرا على استمرار الهدنة ناهيك عن ربما احتمالات عدم تمديدها؟ يعني إذا كان من أول يوم لم يكن هناك التزام جدي من قبل الصهاينة، فكيف يمكن التوقع بأنه ممكن نجاح الأربعة أيام أو حتى تستمر هذه المدة التي يفترض حسب الاتفاق؟ وحتى لو نجحت الأربعة أيام، فهل يمكن نجاحها في مرات أخرى وأخرى؟ أنا أعتقد أن طبيعة الكيان الصهيوني، طبيعتهم لا يلتزمون بأي اتفاقيات، يقومون دوما بإعادة تفسير النصوص حسب أهوائهم وحسب ما يريدون من تحقيق من أهداف عسكرية وتعزيز قدراتهم الاحتلال. ولذلك أنا بعتقد أن ينبغي أن يكون هنالك موقف عربي أكثر قوة، وأيضا استفادة من الدول التي أبدت مواقف جيدة لنقول من غير العربية تجاه الكيان الصهيوني، بأن يتم استثمار كل هذه القوة للضغط عليهم لتحسين شروط التزام بهذه الهدن، وشريطة أن يكون المرحلة الأخيرة لحل أوسع لسحب قوات الاحتلال من داخل غزة، لأنه هذا الشيء غير، يعني إذا بقي الوجود الدبابات والناقلات في داخل غزة لا أعتقد أن تحقيق هدف هذه الهدن سيتحقق. المطلوب من ذلك، من كل هذه الإجراءات لتحقيق الهدن، هو في سبيل انسحاب هذه القوات، فك الحصار، ويعني إن لم يكن تبييض السجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين جميعهم، فعلى أقل تقدير أن يكون لك نسبة كبيرة منهم، مقابل خاصة الأسرى الجنود الإسرائيليين الذين بحوزة المقاومة. أستاذ طارق، كتائب القسام أعلنت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الكيان الصهيوني ببنود الاتفاق المتعلقة بشكل خاص بإدخال الشاحنات الإغاثية إلى شمال قطاع غزة، وهم بطبيعة الحال أي الاحتلال الصهيوني لم يلتزم بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها. كيف تابعتم قرار القسام أستاذ طارق؟ أكيد، يعني عندما تقوم المقاومة بوجوب تنفيذ ما اتفق عليه في الاتفاق، فهذا يعني أنه يجب التنفيذ بضمانات الدول الضامنة لهذا الاتفاق. عندما لا يدخل المواد الغذائية المتفق عليها من خلال معبر رفح، فهذا يعني نقض للاتفاق. عندما لا يقوم الاحتلال بإخلاء سبيل أو ترك الأعداد أو الأشخاص المتفق عليهم حسب الأقدمية في التوقيف في سجونه، هذا يعني إخلال بالاتفاق. دائما المحتل وبالأخص الإسرائيلي الآن نتكلم عنه يحاول تحقيق مكاسب أكبر، الالتفاف على الاتفاق، ولكن قرار المقاومة وحركة حماس بالذات يعني بوقف العملية التبادل هو قرار في مكانه الصحيح من ناحية وجوب التزام الجميع بالاتفاق. وأعتقد أن الاحتلال عاد ورضخ الآن منذ لحظات إلى المطالب التي، وكان هناك اتصال من الرئيس الأمريكي بايدن بالأمير قطر منذ لحظات، وكان هناك إعلان من الجانب الإسرائيلي عن إخلاء سبيل أو ترك المعتقلين الفلسطينيين حسب ما طلبت المقاومة. بكل الأحوال أنا برأيي المتواضع أتمنى أن يتم إخلاء جميع السجون الإسرائيلية من جميع المعتقلين الفلسطينيين. هذه فرصة ذهبية مهمة جدا. هناك معتقلين مضى على وجودهم 45 سنة في سجون الاحتلال،
هناك أطفال، هناك أولاد في السجون، هناك أطفال ولدوا في السجون، هناك أطفال يحاكموا. لم أرى نظام قضائي في العالم يحاكم أطفال تحت الـ7 سنوات إلا في إسرائيل، هذه الدولة التي تعتبر نفسها دولة ديمقراطية فيما هي دولة عنصرية. لا أعرف كيف يمكن، كيف للعالم أن يغض الطرف عن إجرام الإسرائيليين من خلال التنظيم القضائي التابع لها بالأحكام، بإصدار أحكام على أطفال، على نساء لم يرتكبن أي شيء. هذا للأسف يعني في ظل ما يتكلم عن ديمقراطية إسرائيل الموهومة. وبالتالي هذه فرصة حقيقية أمام المقاومة، أمام الشعب الفلسطيني لتبييض سجون الاحتلال من أي معتقل أو معتقلة فلسطينية أو غير فلسطيني. وبالتالي هي فرصة حقيقية وهذا مطلب حق أصلا. وبالتالي الجميع يعول على هذا، والفلسطينيين هم أصحاب حق، والمقاومة بما لديها من أوراق قوة وهي حق مشروع لها في القانون الدولي تستطيع أن تفرض ذلك. أستاذ رياض، يعني كما تفضل الأستاذ طارق وقال موضوع تبادل الأسرى وما بين حركة حماس والاحتلال الصهيوني، وصفها بأنها الفرصة الذهبية لتبييض سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين، ولكن هل لدى الاحتلال الصهيوني لديه نية حقيقية لإنهاء هذا الملف من جذوره أستاذ رياض؟ يعني واضح حكومة الاحتلال في حالة أزمة شديدة، يعني تبييض السجون بالنسبة لهم انتصار كامل للمقاومة، وهذا بالنسبة لعقلية القيادة الإسرائيلية شيء صعب جدا عليهم، لأنه هذا يعني انهزام كبير لهم. واضح أن الخلاف في داخل حكومة الاحتلال كبيرة، سواء خاصة القوى المتطرفة في داخل هذه الحكومة، ولذلك أنا أعتقد أنه كل ما طال الأمد وتمسكت المقاومة بمطلبها بتبييض السجون مقابل الأسرى الإسرائيليين العسكريين، سيكون لديك فرصة أكبر لحدث اختلالات في داخل حكومة الاحتلال، وربما تغيير الحكومة بشكل أو بآخر. وأنا أعتقد نعم هي فرصة ذهبية، يعني حماس لن تخسر أكثر مما خسرت، هذا إذا اعتبرنا أن هنالك خسائر، الخسائر هي كانت بشرية، وأصبح حكومة الاحتلال أمام العالم في وضع جدا بشع، بدأت تخسر كثير من الدول في العالم بما فيها بعض الدول الغربية، شفنا موقف إسبانيا وبلجيكا، وأيضا هنالك انتقادات من فرنسا وكندا وغيرها من الدول التي يفترض أن تكون صديقة وحليفة لهذا الكيان. الجميع بدأ يدرك، حتى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر، على الأقل بصورة علنية ربما من تحت الطاولة، هم يدعمون تماما حكومة نتنياهو، ولكن على العلن يعني يطالبون بعدم قصف المدنيين وعدم قتل المدنيين وتجنب إزهاق الأرواح. إذن يفترض نعم أن تتمسك حماس، وهذا حق، يعني حق بأن تتمسك بتبييض السجون، هي لا تطالب بمقابل تحرير الأسرى أو إطلاقهم، الأسرى الإسرائيليين أنا أقصد، لا تطالب بشيء ذو طبيعة عسكرية سوى تبييض السجون. وأغلب هؤلاء، إن لم يكن كلهم، ليسوا أغلب عفوا، كل الفلسطينيين المعتقلين هم لأغراض عنصرية، لأغراض التضييق وخنق هذا الشعب عن المطالبة بحقوقه. نعم هي فرصة ذهبية عليهم أن يستثمروها وحتى آخر نفس. أستاذ طارق، يعني أنقل لكم تساؤلات الشارع العربي. التساؤل يقول، يعني لماذا لا يفرض المجتمع الدولي إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بقرار أممي؟ ما الخلل في ذلك؟ يعني كان هناك قرار أممي بوقف أعمال العنف كما يقول القرار في غزة، ولم تلتزم به إسرائيل. أثبتت أحداث غزة وقبلها أحداث سوريا أن الأمم المتحدة هي ليست أداة أو هي مجموعة صالحة لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
أحداث غزة الأخيرة أثبتت كذلك أن منظومة الأمم المتحدة والعدالة الدولية المتمثلة بالجنايات الدولية هي مجرد حبر على ورق، وأنها أدوات فقط تستعمل لتحقيق مصالح الدول الكبرى. تخيل مثلا، وهذا أمر حقيقي، أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة داعمة للكيان الصهيوني، وكانت منذ اللحظة الأولى تدعم هذا الكيان بالسلاح وبالمواقف وبالإعلام، وحتى اللحظة، وبريطانيا كذلك الأمر، وفرنسا كذلك الأمر، وهم 3 دول يملكون حق الفيتو في مجلس الأمن. تصور أن المحكمة الجنائية الدولية يعني تسير ببطء شديد في أي تحقيق في الجرائم المرتكبة الآن في غزة طوال 40 يوم، وهي من أبشع الجرائم التي ارتكبت في تاريخ البشرية إن صح التعبير، أو منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. جرائم إبادة، جرائم تطهير عرقي بكل ما للكلمة من معنى، جرائم ضد الإنسانية. في حين أنه في عندما غزت روسيا أوكرانيا، كانت محكمة الجنايات الدولية تصدر في اليوم الثاني مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بوتين. تخيل هذه الازدواجية وهذا النفاق الغربي. إذا لا تعويل على مجلس الأمن الذي استعملت أمريكا أكثر من مرة حق الفيتو في رفض أي قرار يلزم إسرائيل بوقف العدوان. وهنا يطرح تساؤل آخر كذلك. أنا كنت منذ قليل أتابع عملية التفاوض على شاشة التلفزيون، وهو إن كان الأمر يتعلق بالأسرى الفلسطينيين عند إسرائيل، استذكرت مباشرة آلاف الأسرى العراقيين في سجون الميليشيات دون أن يعرف أحد هل هم على قيد الحياة أم أنهم ميتون. استذكرت مباشرة آلاف الأسرى السوريين في سجون بشار الأسد منذ 40 سنة وحتى اللحظة، رجال، نساء، أولاد. هناك معتقلين ومعتقلات أدخلوا مع أولادهم، مثل محمد نصيف النقيب المنشار، مثل رانيا العباسي سجنت هي وزوجها، ولا أحد يعرف هل هم على قيد الحياة أم هم ميتون، هل هم موجودون أم لا. على الأقل عند هذا العدو الإسرائيلي الذي هو من أبشع، الذي مارس أبشع العنصرية وأبشع الإجرام، ما زال الفلسطينيون يعرفون إذا كان الأسرى على قيد الحياة أم لا. أما عند الميليشيات العراقية وعند نظام بشار الأسد فلا أحد يعرف. تصور، وبكل الأحوال هناك لا فرق بينهم، يعني هذه الميليشيات ونظام بشار لا الأسد مستطاع. وإسرائيل هم في نفس المستوى، وهم حلفاء أصلا. عبر إذا نعم المنظومة الدولية نعم يعني غير مهتمة بما يجري للمسلمين، وهي تخضع للإملاءات الغربية بكل وضوح وبكل صراحة. عبر تطبيق زوم من عمان المستشار في مجال حقوق الإنسان رياض الصبح، وعبر سكايب من بيروت المحامي الدولي والناشط في مجال حقوق الإنسان طارق شنداب، شكرا جزيلا لكما.